حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي جاي تشوفوها بأسفل الشاشة حتى تعطونا رأيكم بالمواضيع اللي راح نعرضها عليكم، أو تحجون ويانا بالمواضيع اللي أنتم تردون تسولفون بها في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان على واحد من ذن الأرقام الأربعة اللي تشوفوها بالأسفل. تقدرون تتواصلون ويانا أيضا عن طريق برنامج الواتساب في الحلقة، رقم برنامج الواتساب أو الرقم المخصص له والرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب الخضراء، تقدرون تتواصلون ويانا برسائل مكتوبة. نتمنى أن تكون الرسالة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين، ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف معاناة المواطنين ويا الأمطار. مع موجة المطر الأخيرة اللي ضربت العراق واللي هطلت عليه ومن وسط مستنقعات مياه الأمطار المتجمعة بالشوارع، انتقد الناشط علاء البخاتري من محافظة البصرة تصريحات عضوة مجلس المحافظة إيمان المالكي بأن المحافظة تمنح، أو عفواً أن المحافظة ما راح تمنح عطلة بمناسبة هطول الأمطار لأن البنية التحتية قادرة على تحمل الأمطار، وأشار إلى أنه الكثير من الشوارع غرقت بسبب رداءة الخدمات الموجودة هناك. تعالوا نشوف. كريم عليكم، كل عام وأنتم بخير. طبعاً رسالة لأختنا ست إيمان المالكي أم شاهين، البارحة تقول البنية التحتية بخير في معاناة البصرة، ما يحتاج عطلة، دوام مستمر. صور لها أختكم شاهين خشوف. أنت وين شايفة الشارع؟ ناس في الشارع من تكسارة تكسارة الصعيدين، حقك ما شايفة الشارع. تحياتنا إليك. طبعا هذه رسالة ثانية وجهها لشخص، بس برسالة غير رسالة، لغة الكلام فقط، لغة الإشارة. يعني هم عرب أهلي. لا 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 زود علي، ما زود علي. لا لك شارع سيد، لا أعرف شنو أعرف. أين أم شاهين؟ الشاهين هو نوع من أنواع الصقور، والصقور معروفة بحدة نظرها وحدة البصر، فنتمنى أنه شوية تكون النظر موجود حتى تشوفون الحال. راح يجيني واحد يقول فيديو واحد بالبصرة، أقول لك لا حبيب قلبي، لأنه عندنا فيديو ثاني أيضا من محافظة البصرة. أحد المواطنين هنا استغرب بأثناء مروره بمنطقة السعدونية بالبصرة، استغرب من غرق شوارع مع المنطقة على الرغم من أنه المشاريع الخدمية ما صار لها 3 سنوات من كملت، وتساءل وين شبكات الصرف، وين المجاري؟ ليش بالعراق ماكو مجاري؟ ليش تمطر الدنيا تغرق الشوارع؟ الفلوس والأموال الطائلة اللي خصصت للمشاريع الخدمية وين انصرفن في حال الحال اللي دا يعيشه هو هذا؟ هذه منطقة السعدونية مركز شرطة البصرة، يعني هاي المنطقة ما صار لها تقريبا 3 سنوات، أقل من 3 سنوات من اشتغلوها. زين وين المجاري؟ وين البنى التحتية مالتها؟ يعني بس تبليط معقولة؟ وين المضخات؟ وين والله ما يعني ما نعرف شو نقول. اليوم البصرة غرقت يعني جميع الشوارع، يعني مع الأسف. إيه والله، يعني صرفت المليارات على شركات، الشركات شنو شغلها؟ فقط هذا التبييض والمقرنص، المجار وينهن؟ هذا الفيديو الثاني أيضا من البصرة. يجيني واحد يقول لي على كيفك يا أخوي، بالسعدونية أكو مشاكل وبالفيديو الأول أكو مشاكل، هذني بس يعني هلا تنهلا بالدولة، هلا تنهلا بالناس، لا تظلون تنشرون شيء سيء. اوكي حبيبي راح ابقيك بالبصره، راح ابقيك بالبصره، اطلعك من السعدونيه اطببك بالجبيله. هاي المنطقه اللي بمحافظه البصره ايضا بعدها غرقانه بمي المطر على الرغم من انه الامطار توقفت من فتره، بوسط انتقادات حاده من قبل الساكنين في الجبيله من الجهات المختصه بسبب تقاعسها عن حل مشاكل المنطقه الخدميه. تعالوا نشوف. مناشده الى مدير
مجاري البصرة. هاي هي منطقة الجبيلة شارع الميثاق، عبارة عن بحيرات اليوم المصادف الأربعاء مو الثلاثاء، يعني أمس وقفت المطر، وقف المطر المغرب وماكو جماعة المجاري لا طلعوا ولا سووا ولا سلكوا لهم منهولة واحدة. طبعا شنو طلعوا بس على شارع دينار، لأنه شارع دينار راح يتحدى عليه منه السيد المحافظ والسيد مدير المجاري والسيد الفلاني والسيد النائب والسيد المسؤول. أما هاي هي المنطقة، شوفوا بحيرات والله العظيم. هاي الأطفال شوفوا منين تصعد وتروح للدوام، منين ما حد طالع من بيتهم من أمس اليوم، وهاي سيارات المجاري هذه هي لا طالعة ولا داخلة. هاي دائرة المجاري بصفنا، ها هاي سيارة المجاري شوفوها، هاي هي واقفة بيها الساعة 8:30 وهم واقفين كل شيء ما مسوي 8:30 وهاي دائرة المجاري. هاي هذه دائرة المجاري، هاي السيارة الرصاصية طالعة، يعني فرق 50 متر عن من 50 متر عن الشارع الفايض، هي خمسة، هو ها قاطع شبكات الرباط 50 متر زين، وشارع الميثاق الرئيسي فايض، التهوا بس بالشارع الرئيسي للعصر داروا وجههم وراحوا. وين الاستنفار؟ وين الحملات؟ وين المفروض المسؤول طالع يتابعهم؟ وخالين المنطقة الله وكيلكم محمد كفيلكم غرقانين، الناس ما تقدر تمشي كله إلا بالسيارات، ما طلعنا من أمس اليوم. وأبو الغطاس علي الأسمر يقول عطلان، والغطاس الثاني راح ولا لقوه ما مشغل، ما أعرف شنو يقول أبو المجاري الموظف، وصايرة مهزلة. والموظفين داروا وجههم الظهر مال العصر وراحوا لبيوتهم، لاكو اي استنفار ولا اي ضغط، فقط سلكوا شارع دينار الرئيسي. هذا الفيديو اللي موجود في البصرة ايضا. نروح الى النواحي والى الأقضية في محافظة البصرة، وعندنا فيديو من ناحية خور الزبير، طريقة كوميدية. احد المواطنين جاب كرسي قاعد بالشارع بنص المي بوسط مي مطر متجمع بالمنطقة، ويقول هاي هي الخدمات اللي قدمها الحكومة واللي ترفع شعارات على أنها هي حكومة خدمات، وانتقد الواقع الخدمي المتردي وإهمال المسؤولين لما تعمل الحكومة، واللي يقول أنه هي ما سوت شيء واللي دا تسويه هو أقل من واجباتها بتوفير سيارات سحب مياه، وذكر أنه انعدام الخدمات هو من أسباب التظاهرات ضد الحكومات المتعاقبة اللي فشلت عن تقديم أبسط الخدمات للمواطن. تعالوا نشوف. حكومة الأشياء السودانية اللي خدموها لي طبعاً إنهان ما يسعد فوق النص متر، هاي الجازات مالته، وهاي الخدمات قدمتموها صار تقريباً من 10 سنوات، صار أكثر من 10 سنوات هاي المجاري مطر مترك الحالة، لا شفي مسؤول يجي، لا شفي مسؤول يصرف، لا واحد قدم جهاز ولا قدموا آليات لهذا المجاري. من الشارع العام ينزل لهنا، هاي المستنقعات اللي مسوينها بين البيوت ما شاء الله، هاي الشلالات والخيسة ناتجة،
المدرسة طلاب منها تجي. هذا المكان هنا مسوين هذا الإنجاز العظيم، هاي مهولة قديمة مال مجاري بس تصرف يعني الماء. هاي الطلاب، هذا الحالة اللي دايعيشها العراق. احنا طلعنا لكم 4 فيديوهات من محافظة البصرة، لكن فعليا العراق من 2003 لليوم الخدمات فيه بتراجع. الخدمات اللي موجودة بالعراق اليوم صفر. اليوم عندنا ناس يسمون نفسهم حكومة، عندنا وزارات وعندنا رئيس وزراء وعندنا برلمان وعندنا رئيس مجلس نواب وعندنا رئاسة جمهورية وعندنا قضاء ورئيس هيئة القضاء أو رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا. دول كلهم موجودين عندنا بالبلد. السلطات الأربعة، 2 منهم تنفيذيات وحدة تشريعية وحدة قضائية، ذن السلطات هي موجودة بالبلد. أقل واجباتها أن توفر الخدمات بصورة صحيحة. لكن من يوم ما أجى نعيم عبعوب وحكي عن صخرة عبعوب العظيمة اللي كانت سادة المجاري إلى عام 2024، يبدو أنه صخرة عبعوب كانت عصية على كل من يستلم دائرة من دوائر البلدية ودوائر المجاري، لأنه ما مطرت الدنيا بالعراق إلا والحال هو كان فيضان. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود أنا من عباس الشمري يقول: الفساد بالبصرة مستشري في كل الدوائر وأولها الخدمية على مدار السنين، في الشتاء فيضانات وفي الصيف الكهرباء. هذان الملفان عجزت الحكومة من 2003 لحد الآن أن تجد له حل بسبب الفساد المستشري من قبل أصحاب القرار. خالد الخالدي: يخبصون روحهم بالصيف سادين الشوارع، والله آبار، والله بايبات، والله مجاري، يجي الشتاء وكلها تفيض ومشاريع بوق وحرام. عدنان السعيدي: هي بس البصرة العراق غرق. وآدم رأفت يقول: وين البنى التحتية اللي يحكي عنها شبكة تصريف مياه الأمطار؟ ما يعرفون يخلونها قبل التبليط، ليش؟ وين المهندسين؟ هي الإشكالية اللي يعيش بها العراق اليوم، أنه عندنا مشاريع ما بها تخطيط، لأنه لو أكو مهندسين بحق كان التخطيط مشي. بس السؤال الأهم، المشاريع الخدمية شلون دا تتنفذ وشلون دا تستلم من قبل المختصين إذا بيها أخطاء دا تؤدي إلى هاي الحالات؟ أم ياسمين من البصرة، حياك الله. والله هو أهم شيء مفهوم لأهل المنطقة، المجتمع مفاهيمة مع الدولة، الدولة أن تراقب هاي الأشياء النظافة والتابعة، لأن هو المجتمع وصل إلى أرذل التصرفات. نعم. هي الأكل والشرب وذب الزبالة بالقاع، ومن تقول له شعلية لكن ماكو فايدة، لأن الدولة ما لها غرض. كانت الدولة سنويا أو فترة تطلع عمال نظافة وتعطيهم الراتب ليوفر لهم العاجة، هسه ماكو. لو تشوف الزبايل فوق الراس وبالقاع، يجيب أبو الحاوية ويطقها، قبل كان يفتر يدق الباب ويأخذ الحاوية. فالدولة إذا ما نظمت العمل الاتحادي مع المجتمع، ترى البلد يوسخ، وكل منطقة لها وضعيتها. كل منطقة صارت المنطقة تجارية، هي مدنية كانت يعني منطقة محلية ما سكنية، صارت هسه تجارية. تشوف الزبايل والوساخة كثرت. هذا السبب شنو؟ تغفيل الإنسان المحافظ أو المسؤولين ليأخذون المحافظة، لأن أهم شيء اهتموا بالمشاريع اللي متلكة على مود يلقون الفلوس هاي كلها. وشوفها فوضوية، الشوارع فايضة وخايسة، طلعت لقيت الزبايل خارج حاوية صغيرة. لا أخليها بكياسة، كل طفل مثل عنده أو هذا قاعد بلا ما يطقطق بهاي الجداحة هاي وخش الملوثة للجو، أخليه يكنس، يخلي الزبالة بعلاقة تجي البلدية وشيلها باب، شوف أكو علالي شيلها مع الحاوية. هي أهم شيء تعديل ماما طرق النظافة، كيف تتنظف المحافظات كلها، ترى مو بس محافظتنا، كل هالمحافظات تروح أكو تسرب من تلوث الشطوط، تلوث الشوارع، يعني عدم تجهيز البنى التحتية. هاي المشكلة. نعم. كثرت نعم. منا اللي هنا خالة كوفيهات، منا اللي هنا مولات، منا اللي هنا مطاعم لو شو. نعم. والزبائر والخيسة وكلها. أهم شيء أشغل شباب الدولة، شباب البلد،
شباب البلد. نعم. كانت البلدية 10 مدري ايش قد يشتغلون بالبلدية، ورحت لهم أنا قلت لهم، لقيتهم هم موقع هناك بالجبيلة مدري وين، قلت لهم خالص تعالوا منطقتنا كانت هاي ألطف منطقة، ليش وصلت هالشي؟ مع احتراماتي لو شوف موتت احتراماتي إلكم، والكل يسمع عن الجريذية، أنا مأجرة بيت، يعني الجريذية البي حدث ولا حرج. نعم. والله والله يا خال شو تسوي؟ نعم. شو نسوي؟ قول إحنا أهم شيء البيئة، بيئة وتدري أول مرة الإنسان، أهم شيء الإنسان، الإنسان نعلمه ثقافيا نظافة أدب أخلاق، مو بس بيع وأكل وشرب وهاي هو. والله يعني من شوف الحسينيات تقول الله ثاري كله هج كل شو ماكو. نعم. الوصاخة والزبايل والله والمحلات. نعم. الزبايل حدث ولا حرج. نعم. أي فهي تتبع المسؤولين، يعني المسؤولين هسه بدأوا يصارعون الكراسي. نعم. الكراسي. نعم. شكرا. أيوة. شكرا. ليش تغير بلدنا خالص؟ أم ياسمين أعتذر منك. آه عماد من الناصرية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله استاذ ليش تكون أقصد أنا؟ أنا اللي سوي جستور وهاي. نعم. بس صوتك ناصي إذا أمكن تعلي لي إياه. أقول لك السودان جاي يسوي جسور ليش تحشون عليه؟ ومن جاب طاري السوداني؟ لا شنو موضوعك اليوم؟ والله ما تابع الحلقة من البداية. شنو؟ أقول لك شنو موضوع حلقتك؟ والله حبيب موضوع حلقتي أنا داش على المطر، من تمطر الدنيا تغرق الدنيا. أنت السودان غير مسؤول عشان رئيس دولة مسؤولية مثلا. يعني يعني السؤال سؤال سؤال أنت تروح للمستشفى وما تلقى دواء، وتروح إلى الشارع تلقى خدمات ماكو، تمطر الدنيا تفيض الدنيا، العراق اليوم بنقص ما يقارب 10,000 مدرسة، وعندنا مشاريع متلكئة كثيرة، كهرباء مشاكل كثيرة، رواتب مشاكل كثيرة، حصة تموينية المواد اللي توزع في الحصة التموينية يا تالفة يا غير صالح للاستخدام البشري، انتشار المخدرات، انتشار الكريستال، انتشار كثير من الأمور اللي يسأل عنها أولا وآخرا هو رئيس السلطة التنفيذية. زين إذا بذني ما تريدنا نحكي، على شنو تريدنا نحكي أخ عماد؟ بدأ الزهرات ذولي شل خانة وما تصيرهم شعر عبد إذا ما يقوم الشعب، يعني نهائيا لا حياة لهم متنادين، ذولي شل ما الحرامية الله جابنا عليهم، جابتهم أمريكا وذبتهم علينا. نعم. يعني بالناصرية لا خدمات لا عمل لا شيء، أي شيء ماكو. بس من الناصرية أنا اللي أعرفه أنه محافظ الناصرية بنا أكثر من 30 نافورة لجمالية المحافظة. تخلي من المدارس والمستشفيات يجيب لها دوات وبعدين يسوي منتزهات رحمة الوالدة. نعم. محافظة يعني مثل الأخبار من نفط فيها ومعدومة الخدمات فيها دوات لها لك. نعم نعم. لأنه ما في دواء بغيت حالهم بالورع الله يسكرهم بشارة. نعم نعم. يعني لا ظلينا على نظام سام أفضل من هذا النظام الفاشل التابعي الإيراني في حياتنا. لك. شكرا شكرا لك أخ عماد. الأخ عماد حكى عن طلاب المدارس في محافظة ذي قار، وهو من محافظة ذي قار، وراح نبدي ملفنا الثاني من محافظة ذي قار. أظهرت لنا لقطات مصورة أطفال قرية العريف صوب بنركاب قرب شارع الصالحية اللي تتبع قضاء قلعة سكر شمال محافظة ذي قار، يمشون بطرق غير مهيئة وطينية في أثناء توجههم من وإلى المدارس، على الرغم من وجود مخصصات مالية كبيرة جدا من أجل تطوير البنية التحتية في المحافظة. تعالوا نشوف. Thank you.
هاي المناظر تشبه شو تذكركم او شنو اللي انتم شايفين على شاشات التلفاز؟ هكذا مناظر. انا اقول لكم طرق الهجره الغير شرعيه الى دول اوروبا، لان يعني يعبرون غابات ومناطق غير ماهوله حتى يقدرون يعبرون الحدود. بس المشكله ذولا مو مهاجرين غير شرعيين، ذولا طلاب مدارس، طلاب ابتدائيه من هالعمر هو عايش بضيم. المشكله الحكومات اللي موجوده بالعراق تسمي نفسها حكومه خدمات. يلا بما انه انتم حكومه خدمات تعالوا نسمع ونشوف بهذا الفيديو انتقادات لاولياء الامور بخصوص صعوبه وصول وتنقل التلاميذ اللي هم ابنائهم الى مدارسهم والى منازلهم من المدرسه في ظل وجود مياه الامطار لغايه الان بمنطقه العشار مقابل المصرف الزراعي يم جامع المظفر بمحافظة البصرة. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء المصادف 20/3/9 رمضان. هاي من أمام المصرف الزراعي. تشوفون هاي المدرسة، مدرسة الشيخ محمد رضا المظفر الإعدادية المطورة سابقاً بشرفكم. شوفوا هاي البصرة العالمية اللي نقول يابا ترى الطلاب ولدكم بس انتبهوا عليه. يا عنده ابنه يقدر يخليه يجي بهذا المكان. هذا الحال اللي دا تشوفوه اليوم في البصرة. أكو فيديو آخر، هذا الفيديو مي المطر اللي بالعراق مو بس دا يخلي الشوارع تغرق، مو دا يخلي الطريق هو تعبان، ومو دا يخلي الطلاب يعانون بس في أثناء التنقل من وإلى المدارس، لا المعاناة أكبر من هذا الشيء. يعني تخيلوا مي المطر دا يتسبب في 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 سقوط الجدران بسبب الفساد، أيضا سقوط أجزاء من جدران مدرسة المجر الكبير للبنات بمحافظة ميسان بسبب موجة الأمطار الأخيرة اللي شهدتها المحافظة. تعالوا نشوف. يعني تخيل عزيزي المشاهد او اي واحد هسه دي يشوف هذا الفيديو، تخيل ابنك او بنتك، هي مدرسة بنات، تخيل بنتك طالعة من الصف ووصلت للساحة ودا تريد تعبر ووقع السياج او السقف عليها. هذه الاشكالية هي مو سببها المطر، هاي بيها ثلاث اشياء. اولا سوء البناء اللي انبنت به المدرسة، وإذا عمرت المدرسة سوء التعمير بسبب المشاريع الترقيعية مالتهم. ثانيا الفساد اللي موجود بوزارة التربية وبمديرية التربية وبإدارة المدرسة، لأنه لو كانت المدرسة آيلة للسقوط وما حد مهتم بيها فهي كارثة بكل معنى الكلمة. ثالثا هو فساد الحكومة، فساد الحكومة اللي مدى تهتم وتتابع وتشوف، لأنه هذا الشيء يمس حياة التلاميذ. هو ما يمس بس حياة التلاميذ، أنت إذا مدارسك آيلة للسقوط وتدز تلاميذك للمدارس فأنت قتلت جيل بالكامل. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هاي الفيديوهات، وأول تعليق موجودي أنا من أحمد فرج يقول هسه يرممونها كلاوات وحتى شيش ماكو ويخمطون مليارات. مناف علي جميع صفوف المدرسة آيلة للسقوط، وعلي عبد الحسين الحميدة منطقة منكوبة من أبسط الخدمات والحقوق والمسؤولين ولا يهمهم ولا تقول منطقة تابعة لهم، وأحمد هاشم المعموري وين المسؤولين ما يخافون من صرخة مظلوم حسبي الله ونعم الوكيل. فكان هذا تعليق الناس على قضية معاناة التلاميذ في فصل الشتاء في أثناء التنقل من وإلى المدارس وفي داخل المدارس. فأنت تخيل عزيزي المشاهد عندك حكومة تبني لك مدارس صينية جاهزة من الحديد تطلع تنتل، ويبنوا لك مدارس بناء كونكريت جاهز وهو عبارة عن بلوك جاهز بس يصفطوه مثل الميكانو، وهي مشاريع متلكئة، ويسووا لك مدارس كرفانية خطرة ومدارس ساندويتش بانل خطرة ومدارس آيلة للسقوط شغالة والطلاب يطبون ويطلعون من أدها، والأب والأم يدزون ولدهم وقلبهم بالهباطة يسمعون خبر ولدهم لو لا لا سمح الله.
انتقد احد المواطنين كميات المواد الغذائية اللي تم توزيعها تحت مسمى السلة الرمضانية، لأنه طلعت بها كميات محدودة من النشا والشعرية والمعكرونة. والمواطن قال يعني إضافة أن هذه المواد تتسم بالرداءة والندرة، ولما سوى له سوى حساباته وحسب الكميات اللي موجودة بالسلة الغذائية الموزعة الرمضانية، تبين أنه حصة العائلة الواحدة ما تتجاوز 4000 دينار، علما أنه هاي المواد يجب على المواطن أن يدفع تكاليف النقل اللي تقدر 1000 دينار. فالحكومة متفضلة على المواطن العراقي 3000 دينار. تعال نشوف. هذا السلامي صديق كذيب، ليش تحكي عليهم؟ مو هذا الخير؟ شوف السلة الرمضانية، بس انتبه، يعني إذا الأخوة العرب سمعوا بالسلة الرمضانية اللي بالعراق، يعني من يومهم راح مو بس يسيل اللعاب. اسمع، كيلو نشا 2000 دينار، شعرية الله أعلم ما أدري، الحجية والله تقول تعبانة ترى، 500 هاي صار عندك 3000 دينار. معكرونة والله يحلفون يقولون ما تنوكل، 500 هاي صار عندنا 3500. 3500 وطحين كيلو 500، يعني 4000 دينار سلة رمضانية. 4000 دينار عراقي، انتبه، عراقي. 4000 دينار عراقي، مو دينار كويتي، عراقي. 4000. تحياتي لوزارة التجارة وللسلة الغذائية، ومبروك على الشعب العراقي. تحياتي. طحين ونشا وشعرية ومعكرونة. طحين ونشا ينقصهن حليب ويا المعكرونة، أدريش يفطرون معكرونة بالبشاميل. الشعرية ناقصها شكر على مود يسوي حلاوة الشعرية ورا الفطور، ناقصها عدس على مود يسوي شوربة عدس ويا الفطور. بالله هاي سلة رمضانية، كيس معكرونة، كيسين شعرية، كيلو نشا وكيلو طحين. يعني شو تقول له؟ احنا نعطيك المواد وانت حير بالجمالة حتى تقدر تسوي بها شيء؟ زين المواطن، انت شهر رمضان 30 يوم، نعطي كيس؟ اضحك عليه شوية، انطي حصة مال اوادم، انطي شكار، انطي شاي، انطي شي ياكله تمه نظيف. يعني احنا الحصة التموينية ياما مطلعين فيديوهات يا مدودة وتعبانة وخايسة ومعفنة ومقملة، وما خلوا العالم فيديوهات ما صوروها ونشروها، واحنا طلعنا انا هالمرة سلة رمضان. لا، وهذا شو وقت هاي في حكومة حكومة تتبع إطار، والحكومة تتبع أحزاب، والإطار والأحزاب القيادات والزعامات مالتها كلهم معممين، عمامة رسول الله والجبة، وكلها تحكي بالدين والديانة والقرآن والإسلام، وكلهم نص أحزابهم ما أعرف شيء الإسلامي، الإسلامية الأعلى المادر كلها. لما تحكي ياهم رأساً يجيب لك فتاوى ويجيب لك كلام ما أعرف شنو فيما يفيدهم هم. لما تجي وتقولهم يا بهاية لا بتعاليم الدين ولا بالإسلام، عمي على الأقل أعطيهم 5 كيلوات تمر، لا تجيب لهم معكرونة وطحين وما أدري شنو. زين بلا زحمة، الطحين اللي وزعتوه بالسلة رمضانية همين سيال نفس الطحين اللي وزعتوه بالحصة التموينية ما يقدرون يستفادون من عنده؟ ما أعرف وزارة التجارة شلون دا تفكر، وما أعرف رئيس الوزراء شلون دا يفكر. زين مو أنت قلت إذا ما وفرت لكم شيء الله لا يوفقني. زين هسه شو نقول لك؟ الله لا يوفقك، لا أنت ولا غيرك، لا أنت ولا القبلك. حسوا بالناس، حسوا بالفقير. نعطيه 4000 دينار ب30 يوم، محملة من نية، وانتوا واحدكم
ياكل ويشرب وعايش بقصور وبتاليتها من يطلع ويقول أنا بيتي اللي باني بذاك المكان ما يسوى له 150 متر بالحارفية، خلوني ساكت أحسن. طالب الكربلائي 3000 طلب الوكيل أشق هدومي السلم قيمتها 4000 والوكيل يريد 3000. حمزة العبيدي وحتما حسبوها على المواطن 4000 دولار. وأبو منصور عن أي مواد رمضانية تحجون كيل وشعرية ومعكرونة ونشا؟ فعليا يا مواد رمضانية. علي أبو يوسف كلهن اللي وزعوهن سلة رمضانية كلهن بلف دينار، معكرونة وشعرية ونشا وطحين هي هاي السلة الرمضانية. المشكلة عفوا المشكلة لما تباوع على المواطن العراقي وتباوع على الفقير وتباوع على العائلة اللي الأب مقعد والأم كبيرة بالسن والأولاد صغار بالسن وينجبرون يأخذون هيجي أشياء الحكومة تمن بيها عليهم، هاي كارثة. لما تباوع على قيمة راتب الرعاية الاجتماعية هاي كارثة. لما تباوع على حال المتقاعدين ورواتبهم والظلم والحيف اللي موجود بهيئة التقاعد العامة هاي كارثة. لما تباوع على الحال اللي دي يعيشوا الخريجين وهم ما دي يلقون وظيفة هاي كارثة. لما تشوف الحال بالبلد الأجنبي يشتغل وانت ما تشتغل هاي كارثة. ولما تباوع على مواد الحصة التموينية كارثة، وراها يجوك بالسلة الرمضانية. لو ما مقدميها هواي أشرف لكم. حسام من ديالى حياك الله. حسام انقطع الاتصال ويا الأخ حسام. أبو محمد من سليمانية حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أنا أشكر قناة الرافدين حياك الله. أتابع هموم النازحين الذي ساكنين في مخيمات السليمانية. نعم أستاذي العزيز، أنا عندي مناشدة من قبل قناتكم الموقرة. تفضل. حكومة العراقية يعني حسا حاليا جو بصمونة وتروح لا منطقة مسكنك القديم وينطونك مبلغ 4 ملايين دينار. زين أستاذ العزيز، أنا بيتي مهدم خلاص، أنا بهالأربع ملايين إيش راح أبني بيهم؟ هو أنا هذا السؤال يعني أنت أسألك، الأربع ملايين شو قدم لك؟ أي ما تسوي لي شيء، أنا ما تسوي لي، أنا كنازح صار لي بهالسنة 11 سنة في إقليم كردستان، فهسه حاليا راح أرجع على بيتي، وبيتي لو ظل غرفة من عنده وسوي لي غرفة وياه، غرفتي أنا أقعد أنا وعائلتي، أنا 10 نفرات أقدر يعني أعيش بغرفتي، فأنا ما بي يعني البيت لازم الشيلة والذبة. زين أستاذ العزيز، أبسط ما يكون أنا البارحة أنطوا كم درجة وظيفية إلى نازحين السليمانية من ضمنهم زوجة أخوية. نعم تقبل الله تعالى اسمها طالع في محافظة صلاح الدين وحاطين واحد من قضاء الدجيل مكانها وهي يعني كاذبين اسمها. لعد أني انطيتني وظيفة وتاخذها، انت علش انطيتها قدام الإعلام وتاخذها من عندي ويقول لك أني حظو؟ ليش ما طلبت انت اللي حطيت يعني ليش محافظ صلاح الدين ليش ما طلبت كتاب من نازحين السليمانية؟ يعني حتى أني إذا اسمي طالع أنا أطلب كتاب، جوز أني ما نازح، جوز أني في قضاء دجيل ساكن وأني اشتريت اسم، هذا الاسم اللي اشتريته غير كتاب رسمي من الهجرة ومهاجرين تثبت بأن أنت نازح في إقليم كردستان. نعم أستاذ العزيز، هاي نقطة. النقطة الثانية، أني هجوني وانطاني 4 ملايين، يعني 4 ملايين زي أبو يعني محمد، بس إذا تسمح لي، بيتك اللي تهدم بالكامل في محافظة صلاح الدين شقد مساحته؟ المساحة مالته تقريبا هو البيت مالي يحتوي إلى 4 غرف مع مضيف مع صالة مع يعني مؤسس كامل، بيت ب70 مليون أو 80 مليون، يعطيني 4 ملايين دينار. عساني ما أريد الأربع ملايين، أخذهن أبني لي قرفتين وابني لي ربع وياهن ومطبخ، وما أريد الأربع ملايين. أنت تعطيني الأربع ملايين حاطن بجيبي وافتر شبنا بيهن،
نعم يا استاذ نعم. العزيز انا اطالب من محافظ صلاح الدين، محافظ صلاح الدين انت محافظ من ذاك اليوم لهاليوم، اريدك تجي علي وتخش بالخيمه علي، يعني بالخيمه تخش تقول لي يا نازح تعال انت شنو احتياجاتك، تعال يا نعم. يا جارك يا انا استاذ العزيز اليوم انا من احكي ما احكي انا بصفتي انا كنازح احكي بصفه نازحين سليمانيه، يعني ابسط ما يكون جماعه كلر شيلوهم بنهار كامل قسما بالله وكلام الله، دقيت على ورث صاحبي يقول لي قلت للاستاذ العزيز بس نفطر ونلم قراضنا لان يقول لي بدون فطور وراحوا فطروا بالطريق، يعني هذا انتقام مو طوعي انت من تجي سامر ابو الهجره، سامر استاذ العزيز اذا من فضلك يعني هاي العباره سامر ابو الهجره يجي علي وفد من بغداد يقول له ايش قد النازح ايش قد يعني يشيلون قراضه يعني السياره ايش قد يعني هذا، يقول له تريله وهو كل سبع عوائل بتريله وانا مسجل بالاداره النازح الواحد علي تريله، يصير هذا الحكي استاذ؟ نعم احفك بضميرك نعم من يقبل هذا الشيء؟ انا مخصصي لي تريله من بغداد ويجي هنا كل خمس عوائل يخلونهم بتريله؟ نعم فيا استاذ احنا نريد من عندكم الموقره، احنا خمشي العقود، العقود ما تطلبه، يعني انت انطيت حقوق النازحين السليمانيه بالاعلام انطيتهم بل هذا انطيت على انطيت للقضاء استاذ العزيز، هاي عداله انا طالب من قناتكم الموقره محافظ صلاح الدين شكو واحد يسمع صوتي امانه برقبتي وصله يقول مخيمات السليمانيه اخذوا حقوقهم مالت الطلبه. نعم انا من ذاك اليوم لهاليوم ادرس وبلا خير يجيني واحد يشتري الاسم مالي. نعم فانا اقدم شكري شكرا لك ابو محمد شكرا وجزاك يعني الله خير. يعني ابو محمد يحكيكم عن قضيه تعويض النازحين، نازح خسر بيته وخسر اهله وخسر ناسه وخسر كل شيء، يعني لما يحكي لك عن بيتي سواله 70 الى 80 مليون تعطيه 4 مليون ما بين 5%، شلون قيمت قيمه التعويض؟ اضافه الى ذلك هي بالتاكيد المفروض اكو لجنه للتعويضات تروح تشوف وتدرس الواقع على ارض الواقع، تشوف كل انسان شنو اللي راح له وشنو اللي خسره، على ضوء اللي موجود على ارض الواقع اليوم تقدر تقيم قيمه التعويض. بس السؤال اللي ينطرح هنا أنا هي اللجنه قيمت له لا؟ وابو محمد لما قيموا له ب4 مليون اللجنه شقد كاتبه قيمه التعويض؟ واذا الارقام مختلفه، احنا نحكي هسه عن لجنه التعويضات والحكومه، اذا الارقام مختلفه بين اللي دا يسلم والمكتوب راح تطلع الحكومه وتقول حق المواطن مكفول؟ عبد الرحمن من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. طارق شلونك؟ هلا بيك الغالي. راح نتكلم عن نقص الخدمات بالموصل. نعم. عندنا الشارع 300 متر. نعم. صار له 20 سنة ما مبلط، يعني الباحة يشهد الله المطر فات علينا الجو على البيت. نعم. يعني احنا إلى متى؟ نعم. لما كان خدمات ثانية طالب محافظ نينوى السيد عبد القادر الدخيل بتزويد هذا الشارع. نعم. جاء المحافظ مرتين على المنطقة وكل شيء ماكو حد له. نعم. يعني لما كان المعاناة. والله طلاب على المدرسة ما يقدروا يروحون. ألو؟ ألو أسمعك. إيه على الخدمات أستاذ. ايه ده اسمعك نعم. عندنا شارع 300 متر قلت لك ما يقدرون يبلطونه، هاي صار 20 سنة. نعم. الحكومة تشارك والحكومة الحالية نعم. شكرا لك اخ عبد الرحمن. شوفوا مختصين انه من اهم اسباب الحوادث المروريه هي الطرق الرديئه اللي تفتقر الى ابسط المواصفات العالميه، على الرغم من تعاقب الحكومات والوعود اللي قطعتها للشعب الا انه هي ما حققت منها لحد الان بس الوعود. اكدوا انه مشكله رداءه الطرق وضعف البنى التحتيه بالعراق صارت تشكل تحدي لحكومه السوداني بظل وجود فساد مستشري بها الى حد كبير، وعدم تبليط الشوارع هي مشكله المشاكل وعدم صيانتها وفق المواصفات العالميه المتبعه. ويغيب عنها أيضا التأثيث
مثل الأسيجة الواقية، الدلالات والإشارات باستثناءات محدودة. ولعل أحد أهم أسباب زيادة حوادث السير الطرقات الغير مؤهلة واللي تحتاج غالبيتها إلى تأهيل وأصلاح التخسفات ووضع مطبات بصور عشوائية. اشتكى أحد المواطنين من رداء الطريق عين التمر يم مفرق الرزازة بمحافظة كربلة اللي يخلي الناس تمشي رونج سايد. والله العالم قام تمشي رونج سايد من وراء ظني الطاستين. باع العالم شلون قام تمشي هاي الطريق عين التمر مفرق الرزازة. باع هاي الطاسية مشي عليكم العباس أبو فاضل. اللي عنده يعرف المحافظ يعرف المسؤولين بس هاي راد لها قشط. وحق الله تعبنا وحق محمد. العالم تمشي رون سايد، منو يمشي رون سايد؟ هاك هذا ابو اللوري، ها خلي اصور لك، هذاك ابو اللوري يمشي رون سايد ولا اشوفه. هاي سايدين هو على اساس يعني يصير بس فهموني يصير والله موت انا. والطسات هاي هنا كل طسه مدري ايش قدها اخيكم، ما يصير هيك. ها مشي عليكم علي بن ابي طالب، هاي رون سايد باوع ابو اللوري رون سايد اخيكم بعد ما اوصيكم. هذا الحال هنا. عندنا فيديو آخر أيضاً بجسر الثريمة اللي هو بمشاكل بطرق الصيانة اللي حطوا رمل بطريقة عشوائية وسوى لها الصيانة. تعالوا نشوف. قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا المقاول يجي كحلها عماها. شوفوا الطاسة هاي راد يسويها حط سد تراب. لاكو علامات مرورية، لاكو فتشي. وها قدامك تجي السيارات على سرعتها البارحة. هذا الحادث شوفوا انقلب السيارة ذيك قدامكم قبل اجى صعد بالتراب وقبل قط علامات مروري. هالواد مش يشوف بالليل صيام ناس تعبانه. الله لا يوفقك، الله لا يوفق كل واحد يشتغل غلط بهذا البيت. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. هسه من عندكم راح بالمستشفى يقولون المرأة مكسوره ظهرها، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الحال اللي يصير اليوم بالعراق بسبب رداءة الطرق وسوء الصيانة. ناس علقت على هذا الفيديو قالت سيد معن يقول المفروض تقديم شكوى قانونية ضد المقاول لإهماله بحياة الآخرين. أحمد الشمري تعاقب عدة حكومات لكن ولا حكومة اشتغلت صح كلها تفرهد. أسامة حسن قبل يومين هم سيارة غير هاي ترى ما يراد لها شيء يشتغلوا يوم واحد لو إلا يظل شهر. أحمد الصياد أسمعت إذا ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. كان هذا تعليق الناس على قضية سوء الطرق. سلطنا قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين ضوء على الذكرى 21 لغزو العراق ويستذكر العالم هاي الأيام اللي بنت بها واشنطن وأمريكا حربها على العراق بذرائع وحجج واهية ومزاعم كاذبة كان الهدف الوحيد منها تدمير العراق وزرع الفوضى بالمنطقة بوسط مطالبات بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت بالعراق. خلونا نشوف.
نعم 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 نعم. But when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود ويانا بحلقة صوتكم لهذا المساء. نلتقيكم بخير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الجمعة. انتظروني، في أمان الله.